بعد إعادة ترتيب أمور المنتخب الوطني لكرة القدم، العمل الميداني مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش بدأ من خلال أول تربص تحضيري خصص للتعارف والعمل النفسي، وبمجموعة جمعت بين الخبرة والشباب، ومن بينهم 5 عناصر تتواجد لأول مرة مع الخضر على غرار جندوسي، قطان، حاج موسى بقرار ومدني، الحافز لديهم فرض أنفسهم وتقديم الإضافة اللازمة. الحمد لله، هذه كانت اول استدعاء واول تمرين مع اول انطريمو مع الناخب الوطني الجديد، وان احنا الحمد لله البيت تاعنا واحد اللي هو المنتخب. كأول استدعاء لي، الاستقبال كان جيدا، تحدثنا كثيرا مع اللاعبين القدامى وانا فخور بتواجدي مع المنتخب. ان شاء الله نقعد ندير بزاف لي سيليكسيون، نعاون ليكيب، سي مون اوبجيكتيف اي جو في تو دوني بور. اول استدعاء الحمد لله جي سوي الله ان شاء الله باش جي سي دو فير لو ماكسيموم باش تخلي اوما لومبرانت تاعي ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقني ونكون الله اوتر ان شاء الله. الحمد لله دوك راني مع الجروب في القائمه النهائيه، هذا شرف كبير ليا والعائله تاعي، وان شاء الله ندير البوسيبل تاعي باش نفرح الشعب ان شاء الله. عناصر اخرى تعود لصفوف الخضر، ابرزها ياسين ابراهيمي وبالرحمه اللذان يعول عليهما الناخب الوطني كثيرا لتقديم الاضافه اللازمه في قادم الاستحقاقات، بدايه من الدوره الدوليه التي ستنظم بالجزائر. الحمد لله شو كونتون تري كونتون دتر انا جد سعيد بعودتي للمنتخب. بدات التدريبات مع اخوتي ونحن مستعدون للتحديات المقبله من اجل تحقيق الفوز et de participer aux prochaines échanges inchallah des matchs pour gagner inchallah. تنتظرنا مباراتان وديتان ويجب علينا الفوز، خاصة مع العناصر الجديدة والمدرب الجديد الذي من دون شك سيطبق فلسفة جديدة ويجب التأقلم معها ورفع التحدي. قطار المنتخب الوطني ينطلق من جديد، ومحطة دورة الفيفا ستكون مهمة للمدرب بيتكوفيتش من أجل معاينة لاعبيه والاحتفاظ بأسماء سيجدد فيها الثقة تحسبا لتصفية كأس العالم المقبلة.